السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوت، مرحبا بكم في فيديو جديد عاوتاني. فيديو نشرحوا فيه الطريقه ديال الهجره الى كوريا الجنوبيه. اخوان، ما كاين ما نخبي عليكم، انا اليوم جبت لكم واحد الحل واعر، حل خطير بالنسبه للبنادم اللي باغي يدخل كوريا. انا عطيكم واحد الحل، قسما بالله صعيب باش تلقى شي واحد غيعطيه لك. وهاد الحل اللي غادي نعطيك، انا شفت ناس بعيني يدخلوا بهم قبل مني، ناس دخلوا قبل مني، دخلوا بهذاك الحل، ولكن ناس اذكياء، فهمتي؟ ناس اذكياء فهمتي، الناس كيعرفوا كيفاش يجاريو الامور ديالهم. جوج الناس دخلوا بهذه الطريقه هذه، ولكن كاينين بزاف ديال الامور اللي خاص يعرفهم الانسان. هو انسان خاصو يكون ذكي، تكون عنده اللغه عباد الله. انسان خاصو باش يتواصل، راه لغه المواصلات راه ما كاين. الا ما كانش عندك باش غتواصل، غترجع بحالاتك. الا ما عندكش اللغه غترجع بحالاتك. اذا شنو غادي دير؟ غادي تعلم شويه لونغلي، ماشي شويه، خصك تعلم لونغلي باش ما نكونوا واقعي. خصك تعلم لونغلي باش تدخل، خصك غير شويه الفلوس، وتكون ديك الساعه الفيزا مطلوقه كي تعمرها، وتكون عندك ريزيرفاسيون ديال لوطيل، وديك الساعه دخل من اي مطار بغيتي، اي حاجه بغيتي ديرها غديرها. ما خطا تكون عندك فيزا كيتا تعمر، كيتا تكون ديك الساعه مطلوقه كيتا. ملي تكون مطلوقه كيتا، جي اخويا وتكون عندك اللغه، جي انا غادي نعطيك الحل. كيف ما كتعرفوا الاخوان، الناس ملي كتوصل عندهم لهذيك البلاد كيسولك علاش جاي، شنو هو المشكل ديالك، واش سياحة، واش زيارة عند شي واحد، فهمتي؟ إنسان غادي يبغي يسولك، غادي يبغي يعرف شحال من حاجة عليك قبل ما يدخلك البلاد. حيت هاد الناس عنصريين بزاف لواحد الدرجة، ما يمكنش نقول لك الخوت، راه عنصريين بزاف، عنصريين لواحد الدرجة ما يمكنش. يعني شنو خاصك دير؟ خاص الإنسان إلا سولك تعرف تجاوب على راسك وتهضر على راسك. نعاود لكم قصه على واحد الاخ دخل خوه ومشى. واحد الاخ دخل مطار انشون، دخل السلام عليكم. عليكم السلام خويا، شنو كيفاش البلان؟ قال لي مودي انا جيت بغينا نديرو سياحه، انا وخويا غنديرو سياحه. قالوا لي حبسوه في المطار، ما خلاوش يدخل. وهذاك السيد واحد كبر من الاخر، هذاك اللي كبير عسكري هنا في البلاد، عسكري. وقال لهم انا خدام في الدولة عسكرية، راه ما يمكنش ليا نبقى هنايا، انا جاي باغي ندوز كونجو غنمشي بحالاتي ضروري. هادي عطاهم الاوراق، اتصلوا في المغرب بالقنصلية ولا ما عرفتش شنو داكشي، انا ما تنفهمش في داكشي بزاف. عرفوه باللي راه عسكري، راه ما يقدش يبقى في كوريا بزاف. بقى 3 ايام هو في المطار، داوه للوطيل قريب المطار، محسوب على المطار 3 ايام هو بقى، حتى تجاهلوا الايقاع وعرفوا شنو هو كاين، واش داكشي الهضره اللي كيقول واش بصح ولا كذوب. عرفوا ديك القضيه بصح، هو يدخل هو وخوه، هو رجع بحالاتو، خلى خوه في كوريا. راه خوه كيقد في الوريقات دابا. هاد السيد هذا يلاه جلس معاه هنا 3 ايام مع 4 ايام باش جلس معاه هنا في القهوه. قال لي كيفاش اللي بغيت نقول لكم الخوت، هو الا كانت عندك فيزا كيتا وعندك مصاريف في جيبك، فلوس في جيبك، وجيتي لكوريا، غتوقف لهم هنا. باش غتوقف لهم هنا؟ غتقول لهم كيفاش انايا نتوما عاطيني انا فيزا باش نجي عندكم، وفاش نجي انا للمطار تحبسوني؟ لا سيدي، ديروا معايا شي حل، عطيوني تعويضات علاش جيت انا لهاد البلاد. هادشي علاش قلت لك انا خاصك اللغه، على الاقل تكون عندك لونغلي مزيان، ما تكونش عندك شي لغه اخرى من غير لونغلي، حيت كوريا صعيبه باش تعلمها. كوارا هنايا عارفين فيها. غتقول لي اخويا لا، ما يمكنش لي نرجع انا للمغرب، ما يمكنش، لا يمكن، ما غنرجعش، ما غنسيني على حتى شي ورقه، ما غنمشيش. حيت ما سينيتيش راه ما غتمشيش، ما غنسيني اخويا على حتى شي ورقه. لا اخويا، انا جيت لهنا غتدخلوني، ما يمكنش لي انا جاي وتضيعوا لي كونجي ديالي، باغي ندوز عندكم انا سيمانه ولا 10 ايام ولا شحال دير انت في ديك الفيزا، باغي ندوز انا فيزا ونمشي بحالاتي، تنولي انايا مرجعيني للبلاد. غتوقف لهم حسك هنايا، هنا غتسطيهم
قسما بالله العلي العظيم الدراري هذا حل راه دخلوا بيه شحال من واحد خويا ما ندخلش ما نسيني حتى شي ورقه خويا عطيتيني فيزا لا يمكن انا تعمر لي فيزا باش نجي عندك انا هنا للبلاد وترجعني علاش شنو هو المشكل ولكن في هذه الحاله خصك يكون عندك لغتك يكون عندك ريزيرفاسيون ديال لوطيل فهمتي تكون عندك فيزا كيطا هادو ثلاثه يكونوا عندك ويكون عندك فلوس في جيبك هز معك فلوس دولار ما مصرف ما هو يكون عندك دولار صرف فلوسك في المغرب وجيبيهم هذا الشيء اللي كاين اخوان هذا حل ما يمكنش يعطيه لك شي واحد اخر قسما بالله العلي العظيم ايوا الله يسخر الجميع وان شاء الله اللي عجبو الفيديو يدير لايك وشاركوا عندي في القناه الدراري والله يعاونكم والله يسخر الجميع